أهلا بكم إلى أخبار التاسعة، ونبدأ مع آخر الأخبار الواردة، حيث هز انفجار صاروخي عنيف مدينة مأرب مساء اليوم الثلاثاء جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين على المدينة. وقال مراسلنا هناك إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث عقب الانفجار الصاروخي الذي استهدف منطقة سكنية شرق المدينة. وكثفت ميليشيا الحوثيين مؤخرا قصفها على الأحياء السكنية في مأرب مخلفة شهداء وجرحى من المدنيين وسط صمت دولي وأممي. مزيد من التفاصيل والمعلومات ينضم معنا إلينا من مأرب الزميل عمر المقرمي مراسلنا من هناك. عمر، إذا ما هي آخر التفاصيل حول الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحوثيون على مدينة مأرب؟ هل من ضحايا في أوساط المدنيين؟ نعم هشام، قبل نصف ساعة من الآن سمع دوي انفجار عنيف هز مدينة مأرب. وللعلم يعني مدينة مأرب هي مساحة جغرافية صغيرة مكتظة بسكان مدينة عجب النازحين من مختلف المحافظات، وبالتالي كلما سقط صاروخ تهتز المدينة ويحدث رعبا كبيرا لدى السكان خصوصا النساء والأطفال. صوت الانفجار كان عنيفا جدا، وسيارات الإسعاف هرعت مباشرة إلى مكان الانفجار، وحتى اللحظة لم يصل أي من الضحايا إلى مستشفى مأرب. هذه هي آخر المعلومات، لا نعلم أين وقع بالضبط. المصادر السكانية تقول بأن استهدف حيا سكنيا شرق المدينة. تواصلنا بإدارة المستشفى مستشفى مأرب وقالوا بأن لم يصل إلينا حتى هذه اللحظة عدد أي من الضحايا، وفي حال ورود أي من الضحايا أو معلومات جديدة استجدت حول هذا الحادث سنوافيكم بآخر المعلومات حال ورودها. لكن ميليشيا الحوثي طيب عمر عند هذه النقطة أريد أن أسألك، كثفت خلال نعم، هل يمكن أن تصف لنا اللحظة التي سقط فيها هذا الصاروخ؟ وأنت ذكرت في البداية بأن المدينة صغيرة وأي انفجار فيها يسمع، كيف كانت ردة فعل الناس عندما سقط هذا الصاروخ؟ هل كانت هناك حالة هلع في أوساط السكان؟ هو سبق وأن قلت بأن هذا الصاروخ كان عنيفا جدا وتسبب برعب غير عادي لدى أوساط السكان خاصة من النساء والأطفال. وأنا قريب من هذا المكان وأنا أحدثك سمعت أصوات النساء وكثير من الأطفال في الشوارع يبكون ويصيحون من جراء هذا الانفجار العنيف جدا. تواصلنا مع مصادرنا الأمنية وقالوا سوف يزودون بالمعلومات في الوقت القريب، ولا توجد ضحايا حتى هذه اللحظة، أو لا أستطيع التأكيد إن كان هناك ضحايا أو لا من جراء سقوط هذا الانفجار العنيف جدا الذي هز أحياء المدينة برمتها. النساء تصرخ، الأطفال يبكون، مروعون كما قلنا بأن المدينة تعج بملايين النازحين المدنيين من مختلف المحافظات. وإذا كان هناك معلومة جديدة سوف نوافيكم بها حال ورودها هشام. هذه هي آخر المعلومات حول سقوط الصاروخ. طيب بشكل عام عمر، جرت العادة أن هناك منظومة صواريخ دفاعية تساعد المدينة وتحميها من مثل هذه الصواريخ، هل تعتقد بأن هذا النوع من الصواريخ هو التي تستطيع المنظومة الدفاعية صده، أم أنها صواريخ ربما تكون كاتيوشا قصيرة الأمد ليست من اختصاص منظومات الدفاع التي تحمي المدينة؟ نعم هشام، إن كان هناك بالفعل هذا السقوط الصاروخ هو باليستي، كان بإمكان منظومة الدفاع التابعة للتحالف العربي كان بإمكانها أن تصد هذا الصاروخ وتحول دون سقوطه إلى المدينة وتمنع أي ضرر قد الحق بالمدنيين والمدنيين السكان والنازحين هنا في المدينة. لكن لا نعرف حتى هذه اللحظة، تواصلت بمصادرنا الأمنية والعسكرية ولم نحصل على معلومة تفيد أو تؤكد بأن هذا الصاروخ هو باليستي أم كاتيوشا حتى نستطيع أن نجزم لماذا لم تعترضه منظومة الباتريوت السعودية المتواجدة هنا في معسكرة مأرب. ولكن في الآونة الأخيرة خلال احتدام المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي على أطراف مأرب، كثفت ميليشيا الحوثي قصفها الصاروخي بشكل عشوائي على أنحاء مدينة مأرب على الأحياء السكنية. كان هناك أضرار كبيرة من أضرار بشرية بينهم أطفال من هنا من مدينة مأرب وشرقي وخصوصا في مدينة في منطقة الروضة شمال المدينة، كان هناك الصواريخ تترى إلى تلك المنطقة
وهناك ضحايا سقطوا بين الشهداء وجرحى من الأطفال وكذلك النساء، والحوثيين لم يتوقفوا حتى هذه اللحظة بإمطار مدينة مأرب بالصواريخ تزامنا مع احتدام المعارك العنيفة على أطراف محافظة مأرب في صرواح وفي الجدافر وفي مجزر وكذلك في جبهتي العبدية وقانية شمال محافظة البيضاء. إذن عمر سنظل على تواصل مستمر معك لتحديثنا بآخر المعلومات الواردة حول تبعات هذا الصاروخ الذي سقط على الأحياء السكنية في مدينة مأرب. إذن شكرا جزيلا لك زميل عمر المقرمي مراسلنا من مأرب.